نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على سنوات الدعم والتمكين الثمانية للفلاح المصري ودوره كشريك للدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي 70. وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم التوسع في تطبيق الزرع التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية. ولفت التقرير إلى أنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن، على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للأردب للموسم المقبل.